ان فيديو الطائره اللي بيقول ان السيسي اشتراها سنه 2019 حاجه فخمه كده، ده فيديو مزيف، وان الطياره دي لا بتاعت السيسي ولا يعرفها ولا ليه علاقه بيها، لكن ده فيديو دعائي لشركه امريكيه متخصصه بتجهيز الطائرات الفخمه من الداخل، كان منتشر قبل الكلام ده وقبل ما يتزع الكلام ده بتسع شهور. خدوه الجماعه اياهم اللي ما يتسموش، رتبوا الامور واعادوا نشره على انها طائره السيسي اللي مش عارف ايه بالذهب والكراسي ايه والدنيا ماشيه زي. لما فرانس بريس وكاله الانباء الفرنسيه نشرت الكلام ده وقالت ده تزوير وادعاء كذب، مفيش قناه منهم جرأت وقالت يا جماعه احنا بنعتذر للرأي العام. ابدا مفيش واحد فيهم خرج واعتذر للجمهور اللي بيخاطبه، صمتوا، اصابهم الخرس المبين، وكأنك يا ابو زيد ما غزيت. طيب الشائعه دي، ما هو الرئيس السيسي ده اصله ايه؟ حارق دمهم، فكل شيء شائعه بقى نولع المصريين يمكن يعملوا، يعني بيرهنوا على ان عقليه المصريين يعني ذاكره المصريين ذاكره السمكه، يعني الناس ناسيه كل حاجه عملناها. الشائعه دي اتكررت اكتر من مره، اي فيديوهات في اي كلام، وكله بيدخل في صناعه الاثاره واداره الفوضى، بيتصوروا ان احنا سذج. الكذابين دول رجعوا تاني يعيدوا لعبه الكذب وبوقاحه، المره دي راحوا يرددوا نفس الكذبه بطريقه استخدام المعلومه وتوظيفها على طريقتهم وينشروا مزيد من الاكاذيب. وايه بقى ما ينسوش بقى، رغم ان الاحوال الاقتصاديه الصعبه في مصر كذا كذا كذا، لكن الرئيس السيسي اشترى طائره ب 500 مليون دولار. طبعا وانا قاعد كمواطن تعبان، ايه يا فندم 500 مليون دولار وجايبها ليه؟ ازاي يا فندم؟ ما انت عندك كم طياره موجودين؟ ده انت عندك اسطول طيارات يا سياده الرئيس، هو انت جايبها ليه يا فندم؟ ده كلام الناس، هم متصورين الناس هتقول كده. طيب خلينا نقول ان رئاسه الجمهوريه، اولا خلينا نقول ان الطياره دي مش للسيسي، دي طياره مؤسسه الرئاسه اللي هتشترى، وهقول لكم التفاصيل. رئاسه الجمهوريه ما عندهاش غير طياره واحده من 28 سنه، طائره متهالكه من طراز ايرباص. ايرباص ايه؟ تقريبا ايرباص 340. الطياره دي شركه ايرباص بعتت وقالت وحذرت وقالت ان الطياره دي اللي هي الايرباص 340 ملهاش صلاحيه في نهايه 2023، السنه الجايه ملهاش صلاحيه، يعني من دلوقتي بدأت دخلت مرحلة الخطر وعدم الأمان. وخليني أقول لكم وأنا على يقين من هذه المعلومات أن رئاسة الجمهورية لا تمتلك أي طيارات أخرى يمكن استخدامها في الرحلات الخارجية. الطيارات الصغيرة الموجودة اللي هي من طراز فالكون أو مروحيات بلاك هوت اللي بيتنقل بها الرئيس مثلا يروح العلمين يروح مش عارف أسوان، دي طيارات القوات المسلحة بيستخدمها الرئيس ويستخدمها المسؤولين العسكريين، مملوكه للقوات المسلحه مش للرئاسه، وبتنقلوا بيها في الرحلات الداخليه وما تقدرش اكتر من كده. خلينا كمان نقول يا جماعه ان طياره الرئاسه في اي بلد مش مجرد وسيله نقل نشحن فيها ونمشي، لا، دي بتحتوي على كافه الوسائل اللي بتتيح لرئيس الجمهوريه والطاقم المعاون بتاعه انهم يمارسوا كل مهامهم ويديروا الازمات وهم في الطياره. يعني مثلا فيها نظام اتصالات، فيها وسائل حماية ده رئيس الجمهورية يعني مش أي حد، فيها غرفة عمليات، أنا رايح رحلة ونازل في المملكة العربية السعودية بتواصل مع الطيران بعمل كذا بعمل كذا بعمل كذا عن في وضع في مصر كذا ابعت لي كذا، ده طبيعي، ده أي ده أمر طبيعي لأي طيار الرئيس أي دولة في بلد من البلدان المتحضرة. طيب لما شركة ايرباص قالت الطيارة اللي صنعناها من 28 سنة واللي خدتها مصر من 28 سنة لم تعد صالحة للعمل في 2023، كان ايه العمل؟ نسكت ولا نبحث عن طيارة تتوافق مع المعايير الطبيعية لرئيس الجمهورية؟ كان ايه العمل؟ لما الرئاسة قدمت وقالت يا جماعة احنا لازم نشوف حل من دلوقتي، الطيارة خلاص
الدولة المصرية تعاقدت سنة 2020، يعني قبل الأزمات الحالية، على طيارة بوينغ 747. طيارة بوينغ 747 دي ب 500 مليون دولار. احنا تعاقدنا بأقل من نصف ثمنها وبالتقسيط. يعني قيمة المبلغ اللي تعاقدت عليه رئاسة الجمهورية لطيارة جديدة مش 500 مليون دولار يا كدابين، إنما 240 مليون دولار. ليه؟ لأن رئيس الجمهورية قال إيه؟ قال لا أنا مش عايز البهرجة، هم 500 مليون دولار ده ما تخصنيش، أنا عايز أقل تجهيزات وأقل يعني إمكانيات تبقى مطلوبة فيها. فضلوا يتفاوضوا لغاية ما نزلوها ل 240 مليون دولار. الكلام ده كلام واضح وكلام محدد.